السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج بيوند كاد، لو نزلنا أسفل الشاشة هنا فبنلاقي هنا كاميرا افكت بريست، بنلاقي هنا 1 2 3 4 5. طيب ايه دول وازاي ان انا اخلي في اختلافات بينهم؟ بكل بساطة هجد انا هنا في كاميرا سيتنج، بلاقي عندي هنا ده رقم واحد، فببدأ اعدل فيه. يعني على سبيل المثال هعمل روتيشن هنا رقم اتنين، ممكن تعدل اي تعديل تاني زي مثلا الكاميرا مثلا فوكس، او ان انت تخليها فاتحه قوي. مجرد بس هنشوف التاثير ده فعلا حقيقي ولا لا. هنا ممكن تعمل الافكت، كنا عملنا فيديو متخصص في موضوع الافكتات والحاجات ديت. طيب بعد ما خلصت ممكن تيجي هنا، ده المشهد رقم واحد، شايف ان هو مايل شويه. رقم اتنين هتلاقيه عادل بس في التاثير اللي احنا حطيناه، ولو لفيت هيفضل برضو نفس التاثير ده موجود معاك. ولو جيت لرقم تلاتة هتلاقي المؤثر اللي احنا حاطينه. فده مستو ان انت تقدر تحط اكتر من مؤثر وتعدل وتروح لأي واحد فيهم بسهولة خالص، وأي واحد فيهم عايز تعدل فيه بتيجي هنا وتلغي التأثير اللي موجود. يعني هنا مثلا هتقول له ده خليه زيرو، خلاص التأثير ده اتلغى وتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. نمبر تو تقدر تيجي هنا وتعدل ال، احنا كنا عدلنا في الاكسبوجر اهو، نقلل شوية اهي. ورقم تلاتة ممكن نلغي الافكت.